في هذا الفيديو بدنا نتعرف على اليوتيوبر رغدة، فإذا كنتم مهتمين شاهدوا الفيديو للنهاية. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ أنا إسلام حميد وهي قناتي ألوان تيوب، ومقطع اليوم عن رغدة. بدنا نتعرف عليها ونعرف أهم الحقائق والمعلومات عنها، بس قبل ما نبلش ما تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وهلأ يلا نبلش. الاسم بالكامل رغدة تالين كيومجيان، من أشهر السوشالجية واليوتيوبرز البنات العرب. دخلت عالم الشهرة من خلال تطبيق سناب شات، وبعد هيك فتحت حسابات على معظم منصات التواصل الاجتماعي، وزادت شهرتها سنة 2019 بعد ما صارت ترفع مقاطعها على يوتيوب. انولدت رغدة في الولايات المتحدة في 30/10/1998، يعني بتبلغ من العمر حالياً 23 سنة، وبتحمل رغدة الجنسية الأمريكية والأردنية. أبوها لبناني أرميني وأمها أردنية. وعاشت رغدة طفولتها في أمريكا ودرست فيها المرحلة الجامعية وتخرجت من تخصص إدارة الأعمال، وبعدين رجعت على الأردن واستقرت في مدينة عمان. وحاليا رغدة بتتنقل بين دبي والأردن وزارت تركيا والمالديف. وفي كتير أسئلة بتتوجه لرغدة عن ديانتها، والحقيقة إنه ديانتها هي المسيحية، وهذا اللي حكته أكتر من مرة في أكتر من ستوري. للي ما بعرف أنا مسيحية، مكتوب هنا آية اللي هي أكتر آية أنا بحبها، على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بي الإنسان. وعملت رغدة تعاونات مع عدد من اليوتيوبرز العرب، من أشهرهم نارين بيوتي وناجي القاق وسام قطب وغيث مروان والتونسية بيكي. وشاركت رغدة في برنامج سديم الموسم الثالث، وهذا البرنامج هو أكبر برنامج مسابقات بيجمع صناع المحتوى في العالم العربي. عن اليوتيوب، تمتلك رغدة قناة من أقوى قنوات اليوتيوبرز البنات، اسم قناتها لايف وذ رغدة، ومحتواها متنوع ما بين الفلوقات والتحديات وردات الفعل والمقالب. وفي شهر رمضان المبارك طرحت رغدة برنامج مميز اسمه أنا أزكى، استضافت فيه عدد من اليوتيوبرز العرب، والبرنامج كان برنامج طبخ، وكانت رغدة بتوجه للضيف مجموعة من الأسئلة. بلشت قناتها بتاريخ 7/10/2017، واشترك في قناتها لحتى الآن أكثر من 2,700,000 مشترك، وإجمالي المشاهدات اللي حصدتها القناة أكثر من 165 مليون مشاهدة. حسابات السوشيال ميديا، تمتلك رغدة حساب على الانستغرام بتابعها عليه أكثر من 4,900,000 متابع، بتشارك عليه صورها الشخصية ورحلات سفرها، وعندها كمان حساب على تيك توك بتابعها عليه أكثر من 4,500,000 متابع، وعندها كمان حساب على سناب شات، هاي صورته إذا حابين تتابعوها. دارتبط معاكي، عمري 15، انت كم؟ إذا متجوزي لعن جوزك، حبيني بنصحك معي مصاري. وفي نهاية المقطع بتمنى يكون عجبكم، ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وما تنسوا تتابعوا حسابي على الانستغرام، حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.